الكرام إذن وضعية جوية صيفية حارة بامتياز تبقى تعيش دائما المناطق الشمالية تحديدا الولايات الداخلية إن شاء الله خلال نهار اليوم الخميس وأكيد فيما يخص الولايات الجنوبية تبقى درجات الحرارة تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل بحول الله خلال ظهيرة اليوم وطيلة يوم الغد الجمعة إن شاء الله وسيكون في كذلك تطاير بعض الغبار فيما يخص الولايات الداخلية حتى خلال ظهيرة اليوم بحول الله وحسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية تحذر من استمرار موجة الحرب بتسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار اليوم الخميس بحول الله وهذا على كل من ولاية أدرار تيميمون إن صالح برج باجي مختار بشار وبني عباس وفي تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية يؤكد على تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة بحول الله طيلة نهار اليوم الخميس على كل من ولاية شلف غليزان مستغانم عينتي موشنت بشار وبني عباس إن شاء الله خلال نهار اليوم الخميس وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي تؤكد على أنه إن شاء الله دائما تستمر الكتلة الهوائية الحارة على المناطق الجنوبية والارتفاع سيخص المناطق الشمالية تحديدا الغربية وكذلك الشرقية بداية من نهار اليوم الخميس ترتفع أكثر خلال يومي الجمعة والسبت بحول الله وهذا راجع إلى رياح من المناطق الجنوبية نحو شمال الوطن ضمن تيارات ستكون متغيرة الاتجاهات بحول الله وأحياناً شرقية راح تعمل على تسجيل درجات حرارة مرتفعة بحول الله خلال الايام القليله المقبله أيضا دائما كاعلى مقياس 49 درجه بان صالح ادرار تيميوين رجان برج بجي مختار وانجزام 46 درجه بإليزي جونيت انا ميناس غردا ياز الفنان بشار بني عباس وتندوف تقارب ان شاء الله في حدود 48 درجه على الوادي المغير توغورت ايضا بالنسبه لورقلا تصل خلال ظهيره اليوم الى حوالي 45 درجه تحت الظل وسيكون في إذا تساقط بعض الأمطار الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بالنسبة لأقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهجار والتسلي. أما المناطق الشمالية فالأجواء على العموم ستكون مشمسة ومستقرة يرتقب إن شاء الله بداية من أواخر الظهيرة تتشكل خلايا رعدية منعزلة مصحوبة ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة تماما بالنسبة للمناطق الداخلية الغربية وكذلك الوسطى مع تسجيل هبوب رياح قوية بالنسبة للمناطق الجنوبية مصحوبة بتطاير كثيف للزوابع الرملية ورداء في الرؤية سرعة الرياح تقارب ال 50 كم في الساعة بحول وسيكون في تصاعد لبعض الغبار على المناطق الداخلية خلال ظهيرة اليوم الخميس أما درجات الحرارة القصوى فمرتفعة خاصة بشلف غليزان سيدي بالعباس كذلك على قسنطينة سطيف أم البواقي وبرج بوعريج قد تصل أو تتعدى 43 درجة تحت الظل بالنسبه لتلمسان مغنيه ومعسكر ان شاء الله تصل الى 38 درجه على وهران مستغانم الجزائر العاصمه كذلك بعنابه بجايه جيجل وسيكدة تتراوح بين 30 الى 33 درجه اما طارف والسقراس ستصل خلال ظهيره اليوم الخميس الى حوالي 40 درجه تحت الظل و راح 43 درجة بلمسيلة بوسعدة كذلك الاغواط وبسكرة أما عن حالة البحر فسيكون إن شاء الله هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي سرعة الرياح قد تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج يتراوح بين أقل من المتر إلى المتر ونصف تقريباً على كافة السواحل الوطنية أما حرارة مياه البحر تصل إن شاء الله إلى حوالي 23 درجه على طول الشريط الساحلي وبدايه من يوم السبت تتحسن وضعيه البحر على السواحل الشرقيه بينما يبقى قليل الاستراب على السواحل الغربيه بحول الله اذا مشاهدينا كانت هذه تفاصيل الوضع الجوي المرتقبة بحول الله خلال الساعات القليله المقبله اشكركم على كرم الاصغاء والمتابعه والعوده لاستكمال بقيه الاخبار بعد هذا الفاصل